وتبعتو الدجاج الصراحه طيبتو مع الحوت ما كتفرقيش بيناتهم واش حوت ولا دجاج. واخا فيه 500 غرام ديال هبره الدجاج ولا لدان. انا الصراحه درت لدان قطعته شرائح طويله وخليته غلي شويه. درت معلقه صغيره ديال الكمون، واحد فص ديال الثوم محكوكه، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه القزبر مقطع رقيق، عصير نص حامضه، بيضه واحده، خماره ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال المطرب، وشويه الملحه. هادشي كامل خلطته خليته تقريبا واحد ساعتين، ومن الاحسن يبات. ونغسل ليه كناخذوا ثلاثه المعالق كبار ديال الحوت. وخا سمعت المقادير قلتي لنا الدجاج كيجي بحال الحوت. كيجي بحال الحوت. نعاود المقادير. اييه الله يجازيك بخير تفضلي. 500 غرام ديال هبره الدجاج ولا لدان، معلقه صغيره ديال الكمون، فص وحده ديال الثومه، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه القزبر مقطع رقيق، عصير نص حامضه، بيضه وحده، خماره ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال المطرب، شويه الملحه. صافي كنخلطو كلشي، كنخليوه يرتاح. وكنحتاجو ثلاثه المعالق كبار ديال الفورص مع ثلاثه المعالق كبار ديال لاشافليغ والزيت باش كنقليوه. اييه صافي كناخدو هذاك الدجاج كندوزو في مع الفورص ولا شافليغ وكنقليوه. اييه راه يا اختي سناء كيجي بحال الحوت مع بيض، ما كيبانش هذيك السكوريه ديال الدجاج. اييه واخا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.